برعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وحضور وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح، اختتمت فعاليات مشروع الفن للسلام الذي تنظمه مؤسسة لوياك للشباب التطوعي. المشروع يهدف إلى تعزيز روح المبادرة لدى الشباب الكويتي من خلال تقديم أعمال فنية يتم بيعها عبر مزادات إلكترونية، ويذهب ريعها لصالح اللاجئين السوريين. برعاية وحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وحضور وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح، أقيم الحفل الختامي لمشروع الفن للسلام والذي أقامته مؤسسة لوياك للشباب التطوعي. حضرت وقبلت برعاية هذه الفعالية لأقول لهم شكرا، وأقول للشباب الكويتي شكرا على كل ما قمتم به، وأضعف الإيمان يعني أن نقوم بتشجيعهم عن طريق رعايتهم وحضور هذه الفعاليات. ما قاموا به خلال سنوات طويلة أمر يبعث على الفخر حقيقة، ومشروع تحديدا مشروع الفن لأجل السلام يؤكد إنسانية المجتمع الكويتي في بلاد أمير الإنسانية. هذا المشروع الذي يتم فيه إعادة تدوير براميل النفط وتحويلها إلى مقاعد وتحف فنية يقوم بزخرفتها فنانين تشكيليين من دولة الكويت، ثم يتم عرضها للبيع في مزادات إلكترونية، ويذهب ريعها إلى اللاجئين السوريين وعمل مشاريع خيرية لصالحهم. ولهذه الحملة الإنسانية والتي تعبر وتترجم الكويت مركزا للعمل الإنساني، وسيدي حضرة صاحب السمو قائدا للعمل الإنساني، حينما يعني ندعم السلام من خلال الفن ومن خلال قضايا إنسانية نشعر كلنا بالأسى والحزن الكبير، وبمشاركة مجتمعية شبابية نستطيع أن نحقق معاني عديدة. لوياك لديها الحقيقة دور كبير في المسؤولية المجتمعية، ومشاريع جدا ناجحة تقدمها من خلال الشباب ولأجل الشباب، مساندة أشقائنا في سوريا ومساندة أشقائنا في اليمن. كل هذه المراكز الإنسانية لابد أن تكون هي السمة الأساسية التي نسعى من خلالها. الفن للسلام هي رسالة نوجهها بأن الفن أحد أهم القنوات التي يمكن استخدامها لتعزيز السلام أو لنشر السلام في المنطقة، عن طريق أن الفنانين يساهمون بتحويل. اليوم المشروع هو عبارة عن تحويل براميل النفط إلى تحف فنية، وهاي التحف الفنية تم عرضها في مزاد إلكتروني، وريعها راح لمشاريع إنسانية في تقييمها لوياك في للاجئين السوريين. مؤسسة لوياك التطوعية الكويتية تركز في أنشطتها على عكس الوجه الحضاري والإنساني لدولة الكويت، وذلك من خلال تنظيم فعاليات تهدف إلى تعزيز روح المبادرة لدى الشباب الكويتي، وانسجاما مع الأعمال الخيرية الرائدة لهذا البلد المعطاء. مشروع الفن للسلام، هذا المشروع الذي يترجم بالفعل معاني الإنسانية. يوسف صفر، تلفزيون دولة